بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة المسألة دي هنحل مع بعض مسألة عن الـ multiple reactions. هيبقى عندنا main reaction و side reaction ونحل الاثنين مع بعض إن شاء الله. في المسألة دي بيقول لي ethylene oxide C2H4O is made by partial oxidation of ethylene اللي هو C2H4 with excess air over a silver catalyst. The primary reaction is C2H4 زائد أكسجين بيديني 2C2H4O. ده المين رياكشن أو البرايمري رياكشن اللي هو الرياكشن الأساسي أو التفاعل الأساسي. بعد كده بيقول لي unfortunately للأسف some of the ethylene also undergoes complete oxidation to CO2 and water via the reaction. بيحصل أكسدة أو احتراق للإيثيلين عن طريق الرياكشن أن الإيثيلين بيتفاعل مع 3 أكسجين عشان يديني 2 CO2 و2 مية. بيقول لي بعد كده the feed contains 10 مول برسنت إيثيلين والإيثيلين conversion 25% واليلد بتاع الإيثيلين أوكسايد is 20%. طبعا هو هنا مديني الكونفرجن او نسبه التحول 25% ومديني اليلد بتاع الايثيلين اوكسايد، واليلد الحقيقه مختلف عليه شويه في الاسس او في حسابات الماتيريال بالانس. اليلد بيختلف من كتاب لكتاب، بيختلف في بعض البيبرز او المقالات المنشوره. تعريف اليلد مختلف. احنا هنا هنلتزم بتعريف اليلد اللي موجود في كتاب بتاع فيلدر اند روسو زي ما هنشوف واحنا بنحل ان شاء الله. اول حاجه بنعملها كالعاده ان احنا نرسم الفلوشيت. الفلوشيت بتاعتي انا ما عنديش اي جيفن هنا بالنسبه للفلوريتس، فعشان كده حطيت 100 مول بيزس للفيد بتاعي. الفيد بتاعي يحتوي على 10% ايثيلين والباقي هواء، وايه اللي ان هو بيتفاعل مع اكسس اير، تمام؟ رغم ان هو بيتفاعل مع اكسجين بس هو في التفاعل مدخل هواء كمصدر للاكسجين. عندي 9/10 اير طبعا بتركيبهم اللي هو 21% اكسجين و 79% نيتروجين. بعد كده الحاجات اللي خارجه عندي هيبقى عندي الحاجات الرياكتانس او الحاجات اللي داخل الرياكتور اللي هو C2H4 اكسجين ونيتروجين، دول اللي داخلين الرياكتور. الحاجات اللي خارجه من التفاعلات اللي هي C2H4O اللي هو ايثيلين اكسايد والCO2 والميه، دول طالعين من التفاعل الثاني، والC2H4 اوكسايد طالع من التفاعل الاولاني. طبعا الهواء هنا خلينا نكتب برضه عشان ما نبقاش ننسى، الهواء 0.21 اكسجين و 0.79 نيتروجين، تمام؟ نبدا نحل المساله. طبعا اول حاجه في المساله لازم استفيد من المعطيات اللي هو مديهاني في المساله اللي هي الكونفرجن واليلد. اجيب بعض المعطيات او بعض الفلوريتس اللي خارجه من التفاعل، وبعدين ابدا اعمل ماتيريال بالانس على السيستم بتاعي. خلينا نطبق اول حاجه الكونفرجن وهو ما فيش فيه مشكله خالص، فنعمل الكونفرجن. الكونفرجن بتاعنا بيساوي الان ماينس الاوت على الان، تمام؟ الكونفرجن بيساوي اي اللي في المساله 25% هي 0.25 هتساوي 10 مولات داخلين اللي هي 1/10 في 100 مول اللي احنا خدناها بيزس، هيبقى هنا 10 ماينس الاوت بتاعي في السي 2 اتش 4 هو ان 1 مقسوم على ان 1. من هنا هنطلع ان 1 هتساوي 7.5 مول، تمام؟ يبقى كده طبقنا الكونفرجن اللي هي اول حته بالنسبه لنا. تاني حاجة هنطبق اليلد. طيب اليلد زي ما اتفقنا بيختلف من مكان لمكان. احنا هنلتزم بالتعريف الموجود في فيلدر اند روسو، وهو بيقول ايه؟ بيقول ان اليلد بيساوي المولز اوف ديزايرد برودكت فورمد، يعني كمية المولات اللي تكونت من المنتج اللي انا عايزه اللي هو C2H4O اللي هو ايثيلين اوكسايد، ده اللي انا عايز اعمله، تمام؟ على المقام بتاعي بقى هو اللي بيختلف الحقيقة كتير. هنا في التعريف بتاع فيلدر اند روسو بيقول مولز فورمد at 100% conversion with no side reactions. يعني ايه؟ لو حصل 100% conversion للمادة الأساسية بتاعتي اللي هي إيثيلين من غير ما يكون في أي side reaction تفاعلات جانبية، هيطلع كام مول من الإيثيلين أوكسايد؟ هو ده المقام بتاعي. خلاص يبقى البسط بتاعنا ما فيهوش مشكلة، اليلد بتاعي اللي هو بيساوي قايل لي في المسألة 0.2، اليلد هيساوي البسط بتاعي ان 4 اللي هي مولز ديزايرد برودكت فورم اللي هي ان 4 اللي هي عدد المولات اللي تكونت من C2H4O. ده البسط. المقام بتاعي
كمية المولات اللي كانت هتتكون لو كل الإيثرين اتفاعل عشان يدي إيثرين أوكسايد. طب التفاعل بتاعهم إيه؟ التفاعل بتاعهم فوق أهو، 2 إيثيلين بيدي 2 C2H4O، يعني كل مول بيدي مول، يعني كل 10 مول هيدوا 10 مول. طب أنا عندي في الفيد كان فيه 10 مول إيثيلين، يبقى لو كان كل الإيثيلين اللي في الفيد تفاعل عشان يدي C2H4O كان هيطلع برضو 10 مول. طالما 2 بيدي 2 يبقى 10 هيدي 10، يبقى المقام بتاعي هنا هو هيبقى 10 مول. من هنا هقدر أقول إن N4 هتساوي 2 مول. تمام، يبقى أنا كده استخدمت الكونفيرجن واستخدمت الييلد عشان أقدر أجيب number of modes اللي أنا عايزهم في N1 وN4، وأبدأ بعد كده أبدأ أعمل الماتيريال بالانس. الماتيريال بالانس طبعا ممكن نحل بالاتوميك بالانس، وممكن نحل بالاكستنت اوف ريأكشن، مفيش مشكلة خالص الاثنين يشتغلوا، ممكن نحل بالموليكولار بالانس كله يشتغل معاها. خلينا نحل المسألة دي بالاتوميك بالانس. نبدأ أول حاجة نعمل كربون بالانس. تمام، الكربون بالانس بتاعي هعد عدد الجزيئات، عدد الذرات بتاعت الكربون اللي داخل السيستم. الكربون داخل عندي في السيستم فين؟ داخل في ال C2H4 اللي هنا. تمام، داخل عندي 2 كربون في المادة دي، يبقى هنا هيبقى عندي 2 في 10. ليه 2 في 10؟ عشان 10 مول مضروب في 2 اللي هو C2H4. الكربون خارج فين؟ الكربون عندي خارج في 3 مواد، ده خارج في C2H4، خارج في C2H4O، وخارج في CO2. تمام، طلع في الثلاثة دول، هيبقى عندي 3 هنا. N1 مضروب في 2، N1 بكام؟ ب 7.5. هيبقى عندي هنا 2 في 7.5 زائد خارج في N4 2 برضو، هيبقى عندي 2 في 2 مول، 2 مول اللي هي N4 اللي لسه جايبينها فوق اهي. تمام، وخارج في ال CO2، ال CO2 التركيب كمية الكربونات اللي فيه 1، الكربون اللي فيه 1 هيبقى 1 في N5. من هنا هقدر اجيب N5 هتساوي 1 مول. بعد كده نعمل الهيدروجين بالانس. الهيدروجين داخل عندي فين؟ داخل برضو في C2H4، مفيش حاجة تانية، فالهيدروجين داخل في نفس المركب ده. خارج الهيدروجين هنا هو هنا شرط الهيدروجين، خارج في C2H4، خارج في ده، وخارج في المية، فخارج برضو في ثلاث مركبات. فالهيدروجين عندي داخل في مركب واحد وخارج في ثلاث مركبات. في الدخول عندي أربع ذرات في المركب بتاعي، هيبقى أربعة في 10 هتساوي اللي خارج، خارج في ال C2H4 برضو 4 في N1، 4 N1 ب 7.5 زائد خارج في الإيثيلين أوكسايد 4 برضو، هيبقى 4 في N4 اللي هي 2 زائد الكمية اللي خارجة مع المية اللي هي 2 لأن هي H2. تمام، عندي هنا H2. تمام، H2O، فهيبقى 2 في N6. من هنا هنقدر نجيب ان 6 هتساوي برضو 1 مول. بعد كده نعمل الاكسجين بالانس. طبعا انا عندي 3 مركبات داخله في التفاعل اللي هي بنجيبها من الرياكشنز نفسها، السي والاتش والاو، وتحت برضو السي والاتش والاو، ما عنديش حاجه ثانيه داخله في التفاعل. فيبقى ثالث مركب عندي هقدر عليه اعمل عليه اتوميك بالانس هو الاكسجين. الاكسجين داخل مع الهواء. تمام، الاكسجين هنا داخل مع الهواء، ذرتين من في المول، في الجزيء بتاع الاكسجين في ذرتين، فهيبقى عندي الاكسجين في الدخول هيبقى عندي 2 مضروبه في عدد مولات الاكسجين. طب عدد مولات الاكسجين كام؟ الاكسجين يمثل 21% من ال 90 مول. ال 90 مول ده اللي هو 9 من 10 من الهواء، فالهواء 100 مول منهم 9 من 10 هواء، ال 9 من 10 هواء دول منهم 21% اكسجين. تمام، طيب دول هيساوي كام؟ نشوف الاكسجين خارج فين. الاكسجين خارج هنا في الـ O2، خارج في الاكسايد، خارج في الـ CO2، وخارج في الميه، خارج في اربع مركبات. تمام، طيب يبقى هيبقى 2 مضروبين في N2 زائد بالنسبه للاثنين اكسايد هيبقى 1 مضروب في الـ N4 بكام؟ الـ N4 جبناها قبل كده 2 مول، زائد الـ CO2 يعني 2 مضروبين في الموليكولات بتاع N5، N5 جبناها عدد مولات بتاعتها 1، المية عندها خارج 1 بس، 1 في
واحد. يبقى كده المعادلة دي معادلة في مجهول واحد، هقدر اجيب من هنا ال N 2 هتساوي 16.4 مول. تمام، اتبقى لنا النيتروجين. النيتروجين مش داخل في التفاعل، فهنعمل له النيتروجين هيتعمل له اتوميك بالانس موليكولار بالانس عادي خالص. فالنيتروجين الموليكولار بالانس بتاعه بيقول الان بتساوي الاوت، ده الموليكولار بالانس بتاع الاكسجين. فاللي انا عايز اجيب في النيتروجين عايز اجيب ان 3، فان 3 هتساوي اللي داخل. اللي داخل كام؟ اللي داخل هو 79% من ال 90 مول اللي داخلين عندي في السيستم، وده هيساوي 71.1 مول. طيب هو عايز ايه في التفاعل في المساله دي؟ عايز يعرف الكومبوزيشن بتاع الحاجات اللي خارجه من الرياكتور، وعايز يعرف السلكتيفيتي بتاعت الاثيلين اوكسيد الى السي او 2. يبقى عشان اجيب الكومبوزيشن لازم اجيب الان توتال. يبقى هقول ان توتال هتساوي مجموع الان اي اللي هي بتساوي مجموع من اول ان 1 وان 2 لغايه ان 6 زائد ان 6، كل دول مجموعة. هيطلع عندي المجموع الكلي هتساوي 99 مول. تمام؟ طيب بعد كده عايزين نجيب الكومبوزيشن. نبدأ نجيب الكومبوزيشن عندي، هيبقى عندي الواي بتاعت الـ C2H4 اللي هي واي 1، تمام؟ هتساوي الـ N 1 على الـ N total. هتطلع بتساوي N 1 طبعًا 7.5 على 99. هيطلع عندي إن الواي واحد هتساوي 0.076، وهكذا هنقدر نجيب الواي 2 ولغاية الواي 6 بنفس الطريقة. تمام، احنا عندنا كل المولات موجودة من ان واحد لغاية ان 6 جبناهم، فمجرد بس ان انا بقسم الان على الان توتال. ده بالنسبة للمطلوب الاولاني. المطلوب الثاني في المسألة بيقول لي انا عايز السلكتيفيتي بتاعت الإيثيلين أوكسيد ريلاتيف تو السي او 2. السلكتيفيتي بتعرف كالآتي، ودي غالبا ما فيهاش اختلاف الحقيقه في المراجع بتاعه الهندسه الكيميائيه. تمام، فالسلكتيفيتي بتساوي كام؟ بتساوي النمبر اوف مولز بتاعه الديزايرد برودكت اللي هي ان 4 على النمبر اوف مولز اللي هي ايه اللي عليها في المساله اللي هو عايز يقارن دي بالنسبه لان 5. تمام، ان 4 عندي بتساوي 2 الى 1، فالكلام ده هيساوي السلكتيفيتي هتساوي 2. ناخد بالنا من حاجه، ان طبيعي السلكتيفيتي تكون اكتر من 1، لان انا عندي ده المنتج الرئيسي بتاعي، فطبيعي يبقى السلكتيفيتي بتاعته اكتر من 1، فدي معلومه مهمه لازم ناخد بالنا منها. ناخد بالنا من حاجه تانية، في المسائل اللي ما بيكونش فيها بيزس، مش مديني في راس المساله نفسها، مش مديني اي فلوريت، فغالبا المطالب بتبقى كومبوزيشن او تبقى سيلكتيفيتي او تبقى ييلد، بتبقى حاجه ما فيهاش مول، لان هو ما ادانيش مول. فحضرتك انا لو فرضت 100 مول، واحد غيري فرض 1000 مول، واحد غيري فرض 10 مول، هنطرح اجابات مختلفه. فالمسائل اللي هي ما فيهاش جيفن كميه معينه واحنا اللي بنحط الكميه بناخد بيزس، المسائل دي كلها بيبقى مطلوب فيها كومبوزيشن او فراكشنز او حاجه زي كده. شكرا جزيلا، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.